بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وأدبا وخلقا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. حياكم الله أيها الإخوان الكرام، وهذا هو الدرس العاشر من دروس صحيح شرح صحيح الإمام مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم يا تمام، تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رضي الله عنه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بالحلف الكاذب. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. نعم. وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد يعني أبي جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. يعني فقير مستكبر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراه مرفوعا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هذا يا أخوان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. لا يكلمهم يعني قال العلماء أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات بإظهار الرضا لهم، يعني لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم نظر رحمة، وإنما يكون نظره إليهم نظر غضب وشقاء عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، يعني المرخي لثوبه الذي يجر طرفه ومشروطا بالخيلاء، كما جاء مفسرا في حديث آخر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، في
في حديث آخر يقيد هذا الحديث ويشرحه: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. الخيلاء الكبر. هذا التقييد بالخيلاء يخصص عموم المسبل للإزار، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء يعني المقصود أنه يفعل ذلك كبرا، أما إذا لم يكن يفعل ذلك كبرا فلا يدخل في هذا المعنى الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، يعني إني أطيل ردائي أو أحب أن يكون ردائي حسنة. فقال: لست ممن يجره خيلاء يا أبا بكر. فقال في رواية عند مسلم: لست منهم، يعني أنت لست مقصودا بهذا. فأما يعني المنهي عنه هو أن يكون. هلا أخواننا بالسعودية بيقولوا يعني بس شافوا واحد إزاره طويل يعني أكثر من الساقين لعند الكعبين بيعتبروا هذا مباشرة من الكبائر، من دون هذا طب إيه بيقولوا من جر إزاره فهو في النار. يعني هذا يعني يبدو مجانب للصواب. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله ينقل كلام العلماء في هذا الموضوع، إنه هذا مقيد بما لو جره خيلاء. والدليل إنه المرأة يطلب منها أن تجر ذيلها شبرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه يعني معنى الحرمة لكانت المرأة نهيت عن ذلك. المرأة لا تفعله كبرا وإنما تفعله سترا، وأنت أحيانا قد لا تفعله كبرا ولكن تفعله اضطرارا أو اتباعا لعادات الناس. أما إذا كان الإنسان يلبس اللباس وبهدف الكبر، حتى لو كان لابس بنتكور بصير محرم، لأنه هو المرض نفسي، مرض داخلي، مرض قلبي وليس شكلي. نعم. فإذا هذا فيما يتعلق بمن جر ذيله أو ثوبه خيلاء. هلأ هنا ورد معنا عبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. حلف يمين وبعد صلاة العصر على أنه اشترى هذه السيارة ب50,000 وأنا بدي بيعك إياها ب60، ربحني فيها 5,000، 55. هو شار السيارة ب35 وعم يحلف يمين وقيمت بعد العصر. ليش بعد العصر؟ قال: خص بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع الملائكة، ملائكة الليل والنهار في هذا الوقت. وهذا الوقت سبحان الله له بركة. مثلا أكثر كلام أهل العلم في الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هو من بعد صلاة العصر إلى المغرب. وورد في الصحيح أن الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيأتي الذين هم بالليل بعد العصر يتناوبون. وورد: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأكثر أهل العلم بإجماع تقريبا أنها صلاة العصر. فهذا الوقت له قيمته وله بركته. فإذا حلف في مثل هذا الوقت وهو كاذب فهذا لا يكلمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليه. نعم يا سيد تمام. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خاردا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم.
حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. وحدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام. معاوية بن سلام معاوية بن سلام بن سلام ابن أبي سلام ابن أبي سلام الدمشقي. الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك ثابت أخبره بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم. عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فأجره. ومن حلف على على يمين يمين صبر صبر فاجرة. فاجرة. نعم، آخر حديث. عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. هلا فيما يتعلق بموضوع المنتحر، حكينا نحن أكثر من مرة، أظن مرت معنا أو يعني أثناء الشرح، أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقها. يعني المنتحر إذا مات مسلما فهو مسلم، ويغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه هذه الأحاديث نأخذ حكما من مجموعها. في حديث آخر في صحيح مسلم، حديث صاحب المشاقص، أن رجلا من قبيلة دوس جاء مع الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ثم اجتوى في المدينة، يعني أصابه مرض فجزع يأس من شدة المرض، ما اعطي طيب، طول المرض وما اعطي طيب، فأخذ مشاقص له. المشاقص هي النصال أو السهام، فقطع بها براجمه، قطع يعني مفاصل الأصابع، فشخب دما، صار ينزف حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي في المنام، رآه على هيئة حسنة، هو منتحر لكن رآه على هيئة حسنة، كأنه في جنة أو في بستان أو كذا، ورآه يعني قد أخفى يده محل ما جرح إيديه، لفها بعصابة أو نحو ذلك. فسأله قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أراك تخفي من يديك؟ قال: قيل لي: لن نحسن منك ما أتلفت بنفسك، لن يا نحسن لطيف. أو لن نصلح منك ما أتلفته من نفسك. طبعا هلا هاي لحد الآن رواية أو منام ما له يعني أي اعتبار، أي قيمة. المنام ما لا يفيد شيء، حتى لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما لا يفيد شيئا، لكن صارت حكما شرعيا لما روى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه هذه الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فالعلماء يعني قالوا بأن المنتحر مسلم. طيب كيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم: خالدا مخلدا فيها أبدا؟ قالوا: أتى عملا يستحق أن يخلد في النار دائما مخلدا فيها أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بمنه وكرمه. فإذا نحن لما بقوله منتحر،
لا نسيء الظن ونبدأ مثلا والله نشمت أو نتشمت أو نسب أو نشتم أو بيستاهل أو كذا. علما يا شباب، يعني من خلال هيك المعرفة وسنوات الخبرة، معظم الذين ينتحرون غير مكلفين، بيكونوا مرضى نفسيين. معظم غير مكلف، يعني بيدخل بحالة من المرض النفسي ومن الاكتئاب، يصله لدرجة يعني يصبح غير مكلف، زي المجنون يعني ما عليه. يعني هلا العاقل ما بيرمي نفسه، لكن في ناس يعني بتنتحر وهن ما نم مريضين، بمعنى ما نم مكتئبين، أو وإنما هن عندهم دائخ القلوب. عذابات الإلحاد. لا، الملحدين اللي بيكبوا نفسهم، لأنه هو بيرمي بنفسه، بيعتقد ما في إله، فما في عذاب ينتظره، لا في نار حيدخل إلى، فبيرمي نفسه. من يومين ما انتحر واحد أردني ملحد، من شي كم يوم تقريبا، شي 4 أيام، وتارك رسالة يعني بالإنجليزي. اي نعم، والرسالة مغزاها يعني كلها انه ما حدا فهمه، والاله اللي ما انه موجود، لو كان موجود كان رحمه. طيب انت ما لك مآمن فيه، حتى بآخر رسالة كتبتها ما تهاجمه، اتركه حاله. سبحان الله، يعني هذول الملحدين لا اله الا الله. اي نعم، وبيطلع شعبنا كله بده يترحم عليه. إذا هو ما لك بده هو رحم. ما معترف بالرحيم سبحانه وتعالى، انت ليش بدك ترحم عليه؟ اذا واحد ما ترحم عليه بتهمه بايمانه، بتهمه بدينه، بتهمه بعلمه، بتهمه بالغلو، بتهمه بالدعشنه. فهو ما نو سألان على الاله الرحيم، ولا نو طالب الرحمه لا منك ولا منه، ولا طالب الدعاء، لانه لا يؤمن اساسا بالدعاء. فسبحان الله. فاذا نحن الملحد، او عفوا المنتحر، ندعو له ونترحم عليه إذا كان مسلما. نعم، هنا والأحكام بس ما بتصلى عليه. يصلى عليه طبعا، يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. مسلم، سيدنا مسلم. ومن ادعى دعوى كاذبة، يقال دعوى باطل، ليتكثر بها أي يصير ماله كثيرا. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، يمين الصبر قال هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. يعني أصل الصبر هو الحبس والإمساك، لكن اليمين الصبر هي لما يستدعيك الحاكم ويطلب منك أن تحلف يمينا على عقار مثلا، على أرض، على حق مال أنت استقرضت منه. واحد دينك مبلغ من المال وما كتب لا سندات ولا حط شهود، فما عنده بينة، وبعدين طالبك بالمال وانت انكرت ورفع امره للقاضي، فالقاضي ما عنده حل غير انه يطلب من الطرف الثاني انه يحلف يمين، ومتى ما حلف اليمين راحوا المصاري. فهذا اليمين الصبر الذي يقتطع بها حق انسان اخر. نعم. طيب، باب لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة. تفضل يا تمام. ما عندي هيك باب، انا الباب مدموج مع الباب اللي قبله. كأنه قديش رقم الحديث؟ حديث انا عندي 301، حديث سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. حنينا، في عن ابن المسيب، أول أيوة، عن ابن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه مع وسلم رسول الله. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراح ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر،
أشهد أني عبد الله ورسوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في شأنه بأنه من أهل النار، فالصحابي يعني ارتابوا كيف هو صحابي وكيف مجاهد وكيف عم بيقاتل وشلون يكون من أهل النار وهو يقاتل قتالا شديدا، فثبت فيما بعد أنه قد انتحر. نعم. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. طيب. عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها. شاذة ولا فاذة؟ ما هيك؟ ما عندك فاذة؟ لا. طيب. شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا يعني ما مخلي حد من المقاتلين الكفار إلا يعني قوي شديد القتال. نعم. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. يعني الناس تفاجأوا وكبروا هيك. فقلت لأنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والعياذ بالله، صلى الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. نعم يا سيدي. حدثنا شيبان سمعت الحسن يقول حدثنا شيبان قال سمعت الحسن رضي الله عنه يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يداه إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. نعم. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الحسن رضي الله عنه يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه، يعني طلع له خراج أو كان في قرحة بجسمه وما عم الطيب، فيأس وجزع من الحياة فأخذ سهما ونكأها مشان ينزف الدم، فنزف الدم وصفى دمه حتى مات. فهذا لا شك أنه منتحر، والمنتحر مستحق للعذاب ومستحق للنار، لكن المنتحر مثل ما قلنا ما نكافر، المنتحر مسلم، والمسلم إذا مات على عقيدة الإسلام حتى ولو كان من أهل المعاصي فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى إما أن يعاقبه بالنار ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة لأنه مسلم، وإما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فنحن لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار، ولكن نهينا عن الترحم على غير المسلمين، نهينا عن الترحم على المشركين. إيه نعم. فالحلف بملة غير الإسلام مر معنا
إذا حلف قال هو على ملة غير ملة الإسلام، كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، أو اللات والعزى وشبه ذلك. وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شيء، وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم. مر معنا في الحديث أن من نذر على شيء لا يملكه فليس عليه شيء، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، كفارة إطعام 10 مساكين. واحد نذر نذر معصية ما بيطيق ما بيطبقه، يعني واحد نذر أن يأكل حرام، فهذا لا لا لا، لكن ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. واحد نذر نذرا لا يطيقه، قال نذر علية إذا بصير الأمر الفلاني بيرفعوا هذا الحظر وبيروح كورونا بدي أذبح 100 جمل. إيه راح كورونا ورفعوا الحظر، منين بدك تجيب يا مسخط هلا 100 جمل؟ ما في. فهذا كفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر شيئا لا يملكه فليس عليه شيء. نذر 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 يعطيك هاي السيارة الواقفة على الباب، ما لا يملكها، سيارة ما إله، فليس عليه شيء. أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، الظاهر أن المراد يعني هم سواء في أصل الحرام، في أصل التحريم، يعني مثل ما اللعن حرام مثل ما القتل حرام، أيضا فاللعن حرام، لأنه القتل أغلظ بكثير من اللعن. يعني واحد قتل واحد، واحد قال له واحد الله يلعنك، بالمقياس هن اثنين حرام، بس في فرق كبير بين واحد أزهق النفس، ما في بعد الشرك بالله مثل إزهاق النفس وقتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله؟ يعني مثل ما قتل المؤمن حرام، أيضا لعن المؤمن حرام، فكلاهما يعني حرام في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم عن المنتحر خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال، أحدهما أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذا عقوبته. وبعض أهل العلم قالوا أنه هذا هو جزاؤه، الأساس بيستاهل أنه يكون خالد مخلدا في نار جهنم، ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، وذكرنا هذا أكثر من مرة من بداية الدروس، ونحن نكرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، حتى لو لم يتب منها، حتى لو كان زانيا، وحتى لو كان قاتلا، وحتى لو كان شاربا للخمر، مات يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن بسيدنا محمد ويؤمن بالأنبياء ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر، فهذا مسلم نهايته إلى الجنة. قد يعذبه الله سبحانه وتعالى دهورا، وقد يعاقبه عقوبات كثيرة يشيب من هولها الولدان، لكن في النهاية مآله إلى الجنة. ولا يخلد في النار من مات مسلما. قال له سيدنا أبو ذر في الدرس الماضي مستغربا، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، فكررها مرارا يقول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنفك يا أبا ذر. إن أبو ذر كان متشدد، فما كان يريد هاي الأحاديث اللي يعني فيها كثير هيك بيطمع، يعني بنظر أبو ذر أن الناس بتطمع وبتصير بتتساهل بالمعاصي، فقال على رغم أنفك يا أبا ذر. نعم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا. يعني واحد عم يحلف عم بيقول وحياة الصليب،
وهو يقصد يعني تعظيم الصليب ويقصد إجلال الصليب، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. أما إذا لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه وآثم بهذا الحلف، لكن لا نقول عنه يعني بأنه كافر. موضوع التكفير ليس يعني أمرا سهلا. قال الإمام النووي: ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ولكن يجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر النعمة، لأنه كفر نعمة الله التي عليه. إيه نعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يعني: رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة جزلة: ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يعني الزوج. إذا أحسن الرجل إليكن الدهر كله ثم رأيتن شيئا قليلا قلتن ما رأينا منك خيرا قط. ما بتعرفوا هاي قصة ابن عباد؟ صاحب ابن عباد يوم من الأيام زوجته ملكي، زوجة صاحب ابن عباد، اطلعت من قصرها، رأت من أماكن بعيد، كان عنده منظار أو شيء، فرأت البدويات عم يشيلوا يعبوا المي من النهر، يعبوا الجرار وعم يدوسوا بالطين. فهي لأن عايشة مرفهة ومنعمة بالقصور، فيعني اشتهت إنه هيك تدعس بالطين وتشيل جرة. فقالت له لزوجها، فقال لها: طيب، بعد جاب أطنان من المسك والزعفران، إيه نعم، وأنواع من أطايب يعني العطورات، وفرشوها على حافة النهر، وبعدين جاب جرار من ذهب، وجاب لهم جلابيات من حرير صاغ لزوجته وبناته وكناينه وكذا، لبسوهم ياهم وطلعوا يعملوا مثل هيك يعني بروفا تجربي. فشالوا جرار الذهب، صاروا يعبوها بالمي ويمشوا بالتراب الممسوج بالزعفران وبالمسك. اي نعم. بعدين راحت الايام واجت الايام، راحت دولة الصاحب ابن عباد، اغار عليهم يوسف ابن تاشبين في دولة المرابطين، واجتاح بلادهم وكمشون وحبسوا هو ومرته وبناته وحطهم بسجن واحد لبين ما يفرزون ويقسمون وكذا هيك. فهي هون شو صارت؟ صارت تقتل حالها وتندب حظها. فالتفتت على جوزها قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. قال: ولا يوم الزعفران. لأنه هذا يوم مشهود، يعني هاي شغلة ما حد بيعملها. فسكتت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفرنا. قالت: نكفر بالله. قال: لا، تكفرنا العشير. فالكفر أحيانا يعني هناك كفر دون كفر، أحيانا يراد به الكفر الأعظم، وأحيانا يراد به يعني الكفر الأصغر. إيه نعم، تكفرنا العشير. فهذا شيخ إيه نعم، يعني في إثم الواحد وقت لحتى بيحلف مازحا بأشياء، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لكن لو جرى وحياة أمي إيه هذا كله حرام، لكن لو جرى الحلف على لسانه فهذا لغو. يعني سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن يمين اللغو، فقالت: هو قول الرجل لا والله بلا والله كلا والله. هذا يعني بيصير نوع من النسيان الذي لا يحاسب عنه الإنسان. يعني مثلا أنت قاعد عم تشتغل ومنهمك بالشغل، مرأ زميلك سلم عليك ومشي، وأنت عم تشوف إيميلات وتشتغل مشغول، فإجا بعد شوي المدير قال لك: شفت شاكر؟ قلت له: لا والله. يعني بعد شوي: اي والله شفته المرأة وسلم علي. فهذا هو اللغو. اما انه يتعود الانسان الواحد يحلف بامه، يحلف باخته ورحمه ابو حاتم تحت التراب وما بعرف ايش، هذا كله ما بيصح. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم يا شيخ تمام، تفضل. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر
أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه ألا إنه إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. نعم. باب كراهية الغائل، ما هيك عندك هذا الباب شيء؟ طيب، عن أبي الغيث. حديث اللي بعده، ما اللي بعده؟ اللي بعده بس سند، ما فيه متن. اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني رفاعة ابن زيد بن زيد من بني الضبيبي الضبيب. الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمى بسهم فرمي بسهم فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقتلنا فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: يعني الغنيم، الغلول هو الخيانة في الغنيمة، يعني هلا المقاتل في له سهم، الراجل له سهم والفرس له سهمين، وعندك الأنفال، الفيء الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ينفله للمقاتل المجاهد من غير حصته، لكن لو واحد أخذ شيء قبل ما تنقسم القسم من الغنائم فهذا يسمى غلول، سرقة من المال العام، هذا يمنع الشهادة، إذا استشهد لا يسمى شهيدا. طبعا نحن كبشر ما بنعرف، نحن إنا بالظاهر بنقول شهيد الله يرحمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمره فقال: كلا والله إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. نعم. قال: قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال يعني يا شراك نعل هيك. نعم. فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. نعم. قال له يا رسول، فزع، قال له يا رسول الله دول أخذتهم يوم خيبر، قال له رجعهم، هذا شراك من نار أو شراكين من نار، بمعنى أن الإنسان إذا سرق شيئا من غنائم المجاهدين والمقاتلين فهذا يسمى غلولا، والله سبحانه وتعالى يحاسبه ويعاقبه عليه. وقال أهل العلم: لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك، والغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين، ومن غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه. يعني واحد سرق له بارودي، سرق له فرد من الغنائم، سرق له شيء شغلي، سرق ثياب، بعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى برجعه أو برجع قيمته، الله بيقبل منه، وإلا فإنها تشتعل عليه نارا والعياذ بالله. نعم. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، هذا هلأ فيه توضيح للكلام اللي أنا ذكرته قبل قليل. عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو طفيل الدوسي بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين حصين ومنعه؟ ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني هذا المدينة في مكة عرض عليه، قال له نحن في عندنا حصن بدوس، حصن منيع، شو رأيك تيجي لعنا؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه يرجو يعني ما وعده الله سبحانه وتعالى به
من الهجرة إلى المدينة، فلما هاجر فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة مرضوا، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. إذا كان هذا المنتحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا له والله غفر له، فنحن أملنا بالله كبير بمغفرة الله ورحمته على كثرة ذنوبنا، فنحن يعني لنا إن شاء الله أمل بالله عز وجل أنه سيتجاوز عنا سيئاتنا وسيغفر لنا. نعم، فهذا أحكام الحديث يا أخوان يعني فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات على غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. قد تقدم بيان هذه القاعدة معنا أكثر من مرة. كم مضى من الوقت؟ ما أعرف، تشوف 42 دقيقة. طيب نقرأ هذا آخر باب. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. نعم. عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. نعم، إذن هاي في حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال، هذه هنا مرت معنا ريحا من اليمن، الحديث الرواية الأخرى ريحا من قبل الشام. قال: ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل إلى الآخر وتنتشر، يعني تبدأ من اليمن تأتي إلى الشام، أو تبدأ من الشام وتأتي إلى اليمن. إذن الله سبحانه وتعالى قبيل الساعة يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. هاي تكون قبيل الساعة، فلا يبقى إلا من لم يؤمن، فتقوم الساعة على شرار الناس كما أخبر الهادي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني أسرعوا بالأعمال قبل أن تأتي الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. يعني هذا التعبير النبوي تعبير بليغ، يعني أول شيء الليل هو أسود وليل مظلم، وفي الليل يكون الارتطام ويكون العثار، يكون الاصطدام، يكون التوهان، مثل ما الآن حاصل. يعني كثير من الفتن تاه المسلمون فيها وضاعوا وضاعت حقوقهم وأموالهم وأعراضهم، فالفتن كثيرة. فبادروا بالأعمال يعني أسرعوا بفعل الخير وكثرة أعمال الصالحات، لأنها ليش كثرة أعمال الصالحة يا أخوان؟ تقي الإنسان من الفتن، يصبح الإنسان عنده مناعة، يصبح عنده ترس شديد، يعني تحميه من الضلال من الضياع من الفتن. لما بيكون الشاب المؤمن عنده يعني مجاهدي وعنده مثلا كثير من الطاعات، يحافظ على صلاته، يحافظ على ورده من قراءة القرآن ومن الأذكار ومن الاستغفار، وعنده صحبة صالحة،
يصبح كأنه في حصن منيع، فلما تأتيه الفتنة يعني تحميه هذه الصحبة وتحميه هذه الأخلاق، يحميه دينه، يحميه صلاته، صيامه، ذكره لله، قراءته للقرآن، فلا يقع في الفتن. أما إذا كان واحد أسلحته ضعيفة، لا عنده رفيق صالح يأخذه إلى درس أو مجلس علم أو يسمع منه نصيحة، لا يقرأ قرآن، ما يصلي إلا يعني نزرا يسيرا، عند أول فتنة من الفتن بضيع مباشرة، بضيع أمام المال، أمام المادي، أمام فتنة النساء، الفتن كثيرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب، نتوقف عند هذا القدر ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.